وتنتشر في ارجاء مشعر عرفات مراوح رذاذ الماء واعمده الضباب المائي بهدف تلطيف الاجواء الحاره على الحجاج الذين يؤدون الركن الاعظم في الحج وتستخدم مراوح الرذاذ فقط في الاماكن المفتوحه مثل الساحات من اجل تلطيف الهواء فيها وتسهم في تخفيض درجه الحراره من خمس الى سبع درجات اضافه الى اخماد الاتربه المتطايره